شوف هي تجربة وتجربة كتبقى تجربة. السي طاليس اقترح عليا واحد دوور وفي الاول ماشي نقول كنت متردد متخوف، ولكن قلت ليه انت غتحمل مسؤوليتك؟ قال لي ايه انا غنتحمل مسؤوليتي صافي، وجيت ودرنا داكشي اللي قدرنا عليه الله، والناس غادي يحكموا فيما بعد ان شاء الله. انا كندير الاعلام بالدرجه الاولى، هذا غير تجربه، ماشي انا محترف ولا داير دور كبير او لا ناوي ندخل المجال، لا نهائيا. قلت اعتبار العلاقه مع طاليس بالدرجه الاولى، وكان قالها لي واحد المره بالضحك، قال لي انت مازال غتلعب معايا شي حاجه، فبالتالي ملي اقترح عليا قلت علاش لا. اما المجال ديالي والمهنه ديالي هي الاعلام والاعلام والاعلام، لا باش زعما نرجع ليها، لا من لا اعتقد، ما نظن زعما فيا شي حاجه باش تخلي الناس يطلبوني الفيلم وفيلم وفيلم وفيلم، لا. قلت لك هذا دور صغير باعتبار الطلب والاقتراح ديال السي طاليس، قلت لما لا تجربه. انا كيعجبني نعرف على الاقل الكواليس كيفاش كيحضروا، كيفاش كيكونوا تحضير العمل الفني كيفاش كيكون، هذه حاجه زايده في الراس وصافي. هذا ما كان. انا احيي اصحابه واشجعهم واشكرهم واشد على اياديهم، وكنقول لهم تبارك الله انتم مشغولين وعندكم اهتمامات كبيره وكتضيعوا جهدكم في امور مهمه جدا، وبالتالي كنقول لهم شكرا لانهم عطوني قيمه باش يبذلوا بزاف ديال الجهد وبزاف ديال الوقت ديالهم باش يقولوا حاضر رمضاني، وشكرا ديال بصح للناس اللي ردوا عليهم كل نهار دوان الرمضاني. الفراغ بعض المرات كيخلي مولاه كيدير شي حوايج ما عارفش كيفاش غنوصفهم، ولكن كاين واحد المثال كيقولوا عندنا في البلاد، الراعي من اللي ما يلقى ما يدير كيقطع في نعايلو، وبالتالي هادو مجازا رعاة على الفضاء الافتراضي، مع احتراماتي للرعاة الحقيقيين اللي كيقدروا انهم يعطونا واحد القطيع مزيان. هادو كيربيو قطيع من نوع اخر وكيضيعوا وقتهم في اشياء، كون مشاو قراو ولا كون مشاو خدموا ولا كون مشاو نعزو كان ممكن تكون افيد لصحتهم النفسيه والجسديه وحتى الحاله الماديه ديالهم. والله ما زادني شي حاجه، والله زعما بكل صدق انا كنعيش حياتي بشكل طبيعي جدا، اميل الى عزلتي اكثر واكثر، واحمد الله بانه سعادتي غير مكلفه ماديا، بالردتاي شويه زيت العود وشي حريشه وشي حمام وشويه ديال الرياضه وشويه ديال الكتوبه مره مره، والكثير من التفاهه اللي كتخليني سعيد. شوف انا الصراحه ما كرهش اطبل الاخ نوش صراحه، ويمكن المنزعج ولا اللي كيشوف في كل ما اكتب انه تطبيل، حتى الصمت ديالي احيانا كيعتبروا تطبيل، هادو الراقصات اللي كتكون عندهم حساسيه، خصوصا دوك اللي كيكونوا ذكور في صيغه الاناث، هما اللي كيبان لهم بانه هذا تطبيل. اما انه كنعبر على موقفي كان مع او ضد اخنوش، كان مع اكس او مع ضد ايغريك، هذا امر تقييمهم هما شغلهم هذاك، ما يمكنش انا نقضي حياتي في الشرح للناس بانه انا بريء مما تتهمونني. انا قررت انه اللي قال لي شي حاجه نقول لي نعم انت على حق، واللي قال لي طبال غادي نطلب ممن يفترض انني اطبل له انني اتقاضى اجر هذا التطبيل. ما نضيعش وقتي مازال في البعض، ما عرفتش كيفاش غادي نسميهم لان ما خصنيش نبذل المجهود في الوصف، ولكن انا هكا شخصيتي دايره بحال هكا، ما كاينش لي ارضي شي حد، ارضي نفسي، وحتى النهار نبغي نطبل غادي نطبل بوجهي باين، ونطبل بقرار، ما كنطبلش لانني اسير مع القطيع او اسير مع الموجه او اسير وفق الهوى ديال عباد الله. نعم هذا ما كان. دابا كاين جوج المستويات الجواب، الناس غادي يبغيو يسمعوني كنسب وكنهاجم وكننتقد،
ولكن أنا موقفي هو التالي، الحكومة عندها شهر ونص أو شهر إلا بغينا نحكموا عليها من منطلق البهرجة الكلامية غادي نقول حكومة ضعيفة، لأنها لا تتكلم كثيرا بل وتخطئ، أغلب وزراء يخطئون في خرجاتهم، يخطئون لغويا، ووزراء ما عندهمش فصاحة إلا القلة القليلة، ولكن أعتقد بأنه القيمة ديال أي فريق لا تقاس بمدى الفصاحة، وإلا لكانوا بزاف الناس اللي فصيحين كانوا ممكن يكونوا أكفاء، يكونوا جريئين، ويكونوا قادرين على الإنجاز. الحكومة أعتقد خصها الوقت، وخصها بزاف ديال النقد الموضوعي المحرج، ماشي الشدان في الخاويات، لأنه الشدان في الخاويات يسفه أي عمل كيف ما كان، يسفه صاحبه قبل ما يسفه المعني به. ولكن هذا لا يعني بأنه الحكومة وعدت بالكثيرين في الحملة الانتخابية والأحزاب المشكلة لها، إذا خصها تكون في مستوى ما وعدت به، ماشي حيت الفيسبوك كيغوتوا ولا كينقروا، وإنما أن المغاربة مقصحين، لأنه جزء كبير من المغاربة محتاج الأساسيات ديال الحياة. فإلا ما كانش قادرة الحكومة تنفذها تمشي في حالة من دابا، ما كيلاش نضيعوا معها واحد الخمس سنين، ضيعنا ما يكفي، المغاربة محتاجين دابا اللي يلبي لهم داكشي اللي محتاجينه، ما فيهم ما يتسنى أكثر، وما يديوش ذنوب المغاربة مرة أخرى في الخوال الخاوي، يمشيوا للمعقول، وإلا كاين شي خدمة خاصة تبان من دابا. تفاهة نسبية، كاين التفاهة الممتعة وكاين التفاهة المزعجة، وما أثريناه تافها قدر بلي جدي والعكس صحيح. فبالتالي أنا دوري في الحياة ماشي هو نقول له أنت إنسان تافه أو لا، لا، كنقيس كل حاجة لي أنا، ما كندخلش في عباد الله، والله ما عندي الوقت نقيس القيمة ديال عباد الله ولا شكي ديروا عباد الله. لو كل واحد يديها في راسه والمجهود اللي كيضيعوا في مراقبة الناس وفي تقييم الناس، لو يضيعوا على راسه ويستثمروا في نفسه كنا غادي نكونوا مشينا بعيد، ولكن للأسف حنا كنحضروا الآخر، هذاك دار وهذاك ما دارش، أسيدي دير غير أنت، كن نموذجا وخلي الناس يكونوا خايبين ويكونوا تافهين ويكونوا مساويين، يكونوا ما شئت من الأوصاف السيئة. أنا اللي رقيت غراسي هذاك هو الربح اللي عندي في الحياة، أنا ما مسؤولش على مجتمع، ما مسؤولش على بلاد، ما مسؤولش على نرقي ولا نهبط النيفو ولا نطلع النيفو، أنا كندير دوري اللي كان بالطريقة اللي كنشوفها، وكنتمنى نكون أنا هو السيء والأسوأ في المغرب، لأنه غادي يكون نيفو طالع ذاك الساعة، ما بغيتش أنا نكون من الناس الواعرين في المغرب، لأنه ذاك الساعة غادي يكون نيفو ديالنا الجماعي نيفو طايح. أنا اعتبروني أسوأ ما كاين في هذه البلاد، وبغيت كل واحد يقول ما نكونش بحال هذاك نكون حسن منه، غادي نمشيو بعيد، أما يبقاو حاضيني أنا هذا دار هذا دار، هذا ضياع ديال الوقت وصافي، الرمضاني يعيش حياته غادي، ما غير متطلب غير مكلف، وصلاة على النبي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.